منكم واحد الولد عندي ويتيم وما تباه شحال من سنة، عادي 4 سنين عادي باش ما تباه، وطنت كفت معاه وجري وجاري حتى كبرت وتيقرا في السد، وطنت كفت معاه بيت وغير يقرا، هو اللي عندي بوحدو، هو اللي عندي والله تعالى ويتيم، وداو عليا الماكينة وطلبوا السيد قال لي جي قال لي خدم معايا، وطنت خاصم مع السيد وما يحيد عليا يعطي لي ليه تيسه، وتيمشي عنده يزي البريك وقلت له ليا ما عرفت باش مات، انا بالله وبالشرع على ولدي ما عرفت انا باش مات، وتيضل يخدم بيه وتيعطي 10 دراهم في السيمانة ما تيفوت عليه، والخاصم معاه ها با ولدي قعد ما يقرا حدايا ما تمشي ليا الليل، ويجي حتى يديه ويخدم بيه ويضرب بيه، هاديك ما جمع لي البريك وهو يدخل قال لي سي مسح لي الماكينة، دخلوا الماكينة تيمسح الولد، تكلم السيد قال لي هذا ضغط البوطون في الماكينة ضغط البوطون، هذاك السيد ضغط لي البوطون على ولدي، وكاين هو واحد السيد هو يقول للسيد الاخر هرب، راه كاين السيد لاش قال هرب راه كاين، راه داوني جا ضرمية دارو معاه البحث، سميرة ولدي في الماكينة حيت جا مات الولد مع ثلاثة وما عرفتو شحال لي تيقولو ليا، أنا نعسانة في الدار ما سقت الخبر لحتى حاجة، حتى جاو الناس دخلو عليا يا ولدك راه مات، مشيت تنجري لقيت ولدي ما حتى واحد ما شافو، جابو لابيلا جاو جا ضرمية جاو الخازنية، مشيت تنغوت تما ما كان يتسوق ليا، ولدي داز نيشان بيه دازو بيه نيشان لكادير. وقع حتى الغوات ما برحت ليا لا سلطة لا حتى واحد ما سولني حتى واحد ما قال لي طلعت ضابط لا جدرمية لا حتى واحد ما صيفتي، وداوني داوني وزيروني قالوا لي انا ما غاديش عندك ولدك حتى تسنينا على واحد الورقة عاد نجيبو ليك ولدك يدفن، داوني وزيرو عليا وضغطو عليا وتلمو معايا داوني في الطوموبيل، سنيت اليوم ما عرفت على السنيت انا ما عارفاش على الثانية، وداوني الجامعة خلص السيد أستاذ جاب لكم الناس وشد يدي حتى سنيت، أنا مع سبلافيلانس قعدت نغوت تنقول لهم بيت ولدي، جابوا لي شدوا لي يدي حتى سنيت، أنا ما عرفت على سنيت وحيت على سنيت قال لي في المعجبك سيري، ما في بقيت تنغوت تمايا قال لي سيري في المعجبك، حنا ما تنعرفوك مخير في المخزن راه في دينا، انا ما تيهمنا المخزن ما تيهمنا حتى حاجه كلشي في دينا ومخير فيهم راه في دينا حنايا، وهما راه لاباس عليهم وديتعناو بالفلوس، وقتلوا لي ولدي وراح لولدي نعلام، تنطلب دروك انا حقي عند المخزن تنطلب من الله تبارك وتعالى ولي سيدنا، انا بغيت حقي عند المخزن، انا تنطلب حقي عند سيدنا وعند المخزن، الله ينصركم هادشي اللي كاين.